FM. الكلمة ليك. الامور ما تعجبش بصفه عامه، دونك قلنا الكره هذه خلي تلم التوانسه وتفرحنا، وكوب دافريك راهي مهمه ياسر ودوره مهمه، دونك حبينا نفرحوا. وعلاش حبينا نفرحوا؟ خاطر معناتها هذه الانتظارات نتاعنا كانوا مبنيين على قاعده كمام صحيحه، انه الفريق هذا فريق قوي من ناحيه الانديفيدواليتي، من ناحيه اللعب، الزوماتيزم اللي تخلقوا، لو فون دو جو، عنده ان فون دو جو. كاسبر جاك جابوا لو فون دو جو، مش هو معناتها سا ريست ا ديسكوتي، مي ليكيب قويه معناتها وعندها بوتنسيال كبير ياسر وجوريت باهين. دونك هذاك علاش بنينا عليها احلام، احلام كما يقولوا احلام واقعيه بلوز موان، ولا احلام تقرب للواقع، لكن ديسيبسيون كبيره، ديسيبسيون كبيره دوتون بلوس كو الميتون الاول معناتها امورنا واضحه، حتى كشي الميتون الثاني وكل بونتو اللي ماركيوه الكفران بيان سور معناتها ماهيش صحيحه، لكن هذاك تبع اللعب، والبونتو هذاك حطمنا بأتم معنى الكلمه، وزاد حطمنا دون لو سونس او كل انا جو ماتوندي معناتها اون ريبريز من بعد، وبعد الكونتر اتاك هذيك والخرجه نتاع البلبولي كمل بونتو ثاني معناتها وفي وقت حرامي سورتو البونتو الاول، دونك كمل عندي بونتو ثاني، يظهر لي المقابله وقتها وفات ما عادش فما حتى امل. دونك بعد فما نقاط استفهام، ما نحبش نحلل ولا ندخل في تحليلات فنيه خاطر ماهوش من اختصاصي، لكن فما نقاط استفهام. سي ايمن عبد النور هذايا اش يعمل معناتها في البلاصه هذيك؟ الناس الكل اون افيو معناتها سي با هكا اون كيستيون دو واحد نوفيس ولا حاجه، لكن الخطر الكل والمصايب الكل وجاو من الكولوار نتاعو، معناتها فما نقطه ضعف الغادي، سورتو كو فما دوبلور، فما علي معلول اللي هو قبل البلال الحسن في المقابلات اللي لعبهم الكل، دونك اون سو بوزي اون كيستيون بارابور ا سا. والخزري كيفاش خرجوا؟ معناتها لعب ممتاز في اوج العطاء، في فورما لعب مليح، مازال كان نجم يعطي في المقابله هذيك، حاجتنا بهجوم يكون قوي، دونك الخرجه نتاعو ما فما حتى حد. هذو من النقاط اللي حبيت نقولهم هكا. واضح من رؤيتك انت برهان بسيط. والله خسرنا هكا بوركينا فاسو، شفت ان الجمعيه كانت تقوى. التحاليل اللي نسمع فيها ما نعرفش كان غلط الانترونور ولا ما كي تسمعوا يحكي ويبرر زاد لي شونجمون اللي عملهم. اش قال ولا ما سمعتوا؟ انا بالنسبه لي علي المعلول زاد معناها في خمسه بوتوات اللي كليناهم في ثلاثه ماتشوات كل جاي من الكولوار نتاعو هو. صحيح فهمتي جوار اوفونسيف اكثر. وقتها كان حاجته بالدور الدفاعي حط عبد النور، وانا ما نعرفش سر الهجمه الكبيره على عبد النور. عبد النور عدى ماتش اولاني ضد السنغال خايب، بقيتها ماتشوات بردودو كان عادي وطبيعي، ما نشوفش فرق بينه وبين بقيه الجوارات. فقط المشكله احنا في استراتيجيه صنع الراي العام، نمنو برشا نمنو برشا تسيب حاجه تبعها العامه. سيد سيبت فيه السيد انه عبد النور ما لعبش، عبد النور بيه عبد النور بيه. ماتش بوركينا فاسو كيفاش شريت المردود نتاعو؟ مردود عادي، خدم على روحه فهمتي الرول ديفونسيف نتاعو كذا. ما تنساش الاتاكون اللي موجود على الكولوار نتاعو نتاع بوركينا فاسو، معناها اتاكون قوي بدنيا وقوي فنيا، لعب مليح وضغط مليح. معناها ما نشوفش انه فريمون فما لوم كبير في التغييرات. ريست ليكيب لا غالب بيلت بدنيا سورتو الميتو الثاني، تشوف فيه ايكيب واقفه سايير الموتور وقف. مقارنه ببوركينا فاسو اللي كانت حاضره، يعني خذات الكره احتكرتها، زدمت، ضغطت، جوار تبارك الله عليهم فهمتي تحسهم 90 دقيقه فريشور فيزيك. وهذا الفرق فهمتي ما بين الجوار التونسي اللي مردوده ما ينجمش يكون مردود معناها المستقر، مردود متلازم من ناحيه المردود البدني نتاعو ولا المردود التكتيكي نتاعو. هلا غالب فهمتي معناها انا نشوف الهزيمه كانت عاديه. فريق بوركينا فاسو كان اقوى، شفتو احتكر الكره خير، دور كره خير، كان عنده الراج دو فانكر خير كهو، حتى الجوارات بتاعك اللي متعوك فهمتي معناها طيله الثلاثه مقابلات السابقه كيما المساكني وغيرهم ما شفناهمش فريمون، معناها واقفين معناها ما شفنا منهم حتى مردود. هذاك هو المستوى العام للفوتبول التونسي.
الفودير الفوتبول هذا عنده مدة قاعد يأكل في ضربات. في وقت من الأوقات استنسنا نحن في 96 2006 العشرية الذهبية متاع كرة قدم التونسية أنه الكاليفيكاسيون تكون من تحصيل الحاصل، زوز مشاركات كاس العالم، وجودنا في كاس أفريقيا من تحصيل الحاصل، خروجنا من الأدوار الأولى يبدو وقتها يكون مفاجئ، لكن جمعياتنا وقتها كانت تلعب في الأدوار الأولى، تهز في الكوب دافريك، تلعب في أدوار نهائية. اليوم هذه وضعية الفوتبول التونسي عموما، هذا كمستواه الطبيعي وهذاك اللي فما، والنتيجة كانت عادية وطبيعية. شفتها أنه فريق بوركينا فاسو كان أقوى، والناس تحكي على غلطات بتاع عنترونار، غلطات بتاع درشنوة، غلطات مهما كانت الغلطات، اليوم كان جاء عندك مردود ما أقوى، كان جاء عندك مردود معناها متاع اندفاع حقيقي، متاع رغبة في الانتصار. مهما كانت التغييرات التكتيكية اللي ما شفتهمش تغييرات كارثية، أنا معناها كان ربحنا كان نجمه وقتها نقلوه كاسبر تشيك في النسبة للتغييرات اللي عملها. هذاك اللي موجود هو فما حاجة معينة ما نحبش نهولها، اللي هي والله كنا نستنيو بشي فرحونا، والشعب محتاج الفرحة، والشعب نوع الحياة تستمر، لازمناش زادة كهوة زادة تولينا هزيمة بتاع كرة قدم ديسيبسيون ناسيونال، فهمتي معناها نولي ونهيئوا بها لحالة إحباط عام الله أعلم مش نجم تعطي. ماناش ناقصين نحطوها مسألة في سياقها. ما تشكرك، شفتوا البارح المغاربة تبارك الله عليهم لعبوا خير، المصار وقدموهم في الأخر، فهمت، مسألة عادية، كوب دافريك وكهو، فهمتي، نرجعوا بي سور تير، نرجعوا الجو نتاعنا بتاع الشامبيونا، نرجعوا للحياة نتاعنا، نرجعوا للبلاد هذية اللي علينا أن نكافح من أجل تطوير مناحي الحياة فيها في الجوانب الرئيسية اللي تعيد الأمل بالفعل، مش الأمل بالمسائل الرمزية بتاع فرحة. فرحتنا كي نرجعوا نخدموا، نرجعوا نتجاوزوا هالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي نعيشوا فيها، نرجعوا فهمتي معناها نطوروا رواحنا، نرجعوا البلاد هذه نحطوها على مصاف المصاف خروج من المشاكل، مش ما نقولش مصاف دول متقدمة، خلت المسائل بعدت شوية، فهمت، فكهو فمش علاش مش نقول والله فرحونا ما فرحوناش وفرحة شعب، أكيد مش تكون فرحة شعب فرحة أمة، لا هي هزيمة شعب ولا هزيمة أمة. مرنا بريقلة ونقدموا قدام ونشوف وضعيتنا في المستقبل وكهو. Exactly. وما علينا كان تطوروا روح، احنا عندنا شيونس جاية قادمة بتاع ترشح الكاس عالم، علينا نخدموا عليها وكهو فات الحكاية. Exactly. بيه نحكيو شوية على ترامب، نحكيو شوية على أمريكا، نحكيو شوية على ترامب. مسؤول أمريكي يقول قرار ترامب بشأن حظر السفر لا يشمل تونس، هذه حاجة تعرفوه. قرار ترامب شنو هو؟ معناتها منع دخول 7 دول للتيريتوار معناتها أمريكان، والدول هذه هي إيران، سوريا، العراق، واليمن، والصومال، والسودان، وليبيا، للولايات المتحدة لمدة 120 يوم. القرار هذايا خلى جوستان ترودو اللي هو البريمير مينيستر نتاع كندا يقول مرحبا بيهم معناتها المسلمين يدخلوا لكندا، وهذا اللي ادى، انا نقول هذا اللي ادى لاتونتا تيرورست في الكيبيك، في دونز اون موسكي في في في, في الكيبيك، عمرها ما صارت بالحق، عمرها ما صارت في في في, في كندا اون اتاك تيرورست كي مانتا دو سيت امبلور. دخلوا زوز من الناس بالاكا 47، اكا 47 الجامع في 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 كيبيك، وقتلوا خمسة عباد ابوبري مانتا، وبرشا مجريح. هذا ردا على شنو اللي قال جوستان تخدو في الـ في الـ في كندا. والله انا بالنسبه لترامب اول حاجه انا قاعد مستغرب من ردود الفعل على ترامب. ترامب هذاك هو برنامجه، وذوك هما افكاره، وذوك هما تعهداته. معناتها اليوم يمكن نستغربوا من حاجه الوحيده لازم نستغربوا منها هو انه كيفاش رجل سياسه يوصل يطبق البرنامج نتاعو. دونك هذا نجم خاطرها ولات الحكايه غريبه، انه رجال السياسه ديما يقوموا بيعود ما يطبقوش البرامج نتاعهم. هذا ترامب جاء معناتها هذا هو ترامب، هذاك هو ترامب، وذاك هو برنامجه، وذاك هو اش قال باش يعملوا، وقاعد يعمل في اللي قال عليه. دونك الناس اللي صوتت له والمنين اللي صوتت له والانتخابات نتاع امريكا تعرفوها الاجواء الديمقراطيه، وترامب تعدى بالتغربيله الاولى والتغربيله الثانيه معناتها في صلب الحزب نتاعه، وبعد معناتها في الجوال مع هيلاري كلينتون، وعاودوا وفي صار دي كونتستاسيون، وعاودوا ريكونتاج دي فوا، ورقاوه رابح بفارق كبير، وزيد فهمتي الليكسيون نتاعه ايتي فاليدي بار لا كور سوبريم. معناتها هذا الكل باش نقول لك، نحب نقول لك ترامب اليوم كان نحبوا نحترموا القواعد الديمقراطيه،
دونك هذاك خليوه يحكم على روحه في بلاده واموره معناتها، والناس اللي انتخبوه انتخبوه على خلينا خلينا نوضحوا معز، خلينا نوضحوا انت شنو اللي تحب تقول معناتها. انت انت في تدوينة في فيسبوك قلتها معناتها، قلت احنا معناتها من الاول كي تنتخبوا عباد ونقولوا لكم راهو انكومبيتون، راهو الناس هذوك راهو باش يدخلونا في حيط، راهو كذا، تخليهم مالغري سات، تخليهم يحكموا، تخليهم كذا بحكم الديمقراطيه، يعطيونا في دروس ويعطيونا في دروس وتخليهم يحكموا. تو ترامب جيت وتعلقوا معناتها على ترامب وتعلقوا على ترامب، يخليه سيدي سيد يخدم على روحه، منتخب حتى قواعد ديمقراطية، فما عباد تأمن بترامب تتحمل مسؤوليتها، وبعد ترامب عمل أغلاط ما أدارش كما يلزم شؤونه أمريكية، أمور داخلية وأمور تتعلق بالناخبين متاع ترامب، كان تحبوا نطبقوا القاعدة الديمقراطية. دونك هذا فيما يخص ترامب. فيما يخص الإرهاب بيانسور نحن ضد الإرهاب، ومعناتها أون دينونس، وبلاد كما قلت أنت بلال كندا معروفة بالتسامح نتاعها، سورتو الوزير الأول هذايا سي كيلكان دو تخي زوفيغ، وعاتي ليكزامبل معناتها في التسامح، يتضرب في عقر داره معناتها بالطريقة هذيك. شوف يفو فواغ الحيثيات متاع لاتونتا هذايا، زيادة ابارامون جروب تيرورست انترن موجود الغاجي، معناتها بلاد كيما كندا الحريات اللي فيها والتسامح اللي فيها ويتخلق فيها ارهاب، حقيقة نقطة استفهام على الارهاب هذايا، خاطر الارهاب في بني تخلق في البلدان ولا بارابور ا دي بي اللي هما تلقاهم هكا متسلطين ومتجبرين يعني سويت. دونك كندا ما فماش، انا عندي انا في العالم بلاد معناتها اوفيرت وبلاد متسامحين قد الكندا وقد الكنديا وبلوزير الاول هذا اون بلوس هذا تريدو، معناتها حقيقه اكزامبل نتاع التسامح، متسامح اكثر من المسلمين بيدهم، فهمت؟ دونك هنا حقيقه نقطه استفهام، ما نحبش نعلق على حاجه مازلت كي صارت، نشوفوا الحيثيات نتاعها ونشوفوا الخفايا نتاعها، لكن ندوا معناتها كيفاش الارهاب هذا وصل معناتها بلدان كيما هكا. من بعد نجت الاخبار نخرجوا بيان سور، نكونوا واضحين تو كيما قال معز، هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مش رئيس العالم يعني، وهذا رئيس بلده يفعل ما يشاء في بلده، والقضية قضية مواطنينه، إذا كان هم راضين هذه الخيارات هذا البلد أوجد لنفسه آليات للتعبير على رفض هذه الخيارات، يتظاهر في مجتمع مدني في قضاء مستقل، وتقريبا في قاضية في نيويورك قد قامت بنقض قرار ترامب، ما عرفش ان هي تفاصيل المسألة هذه حقيقية ولا مجرد يعني محاكم عملوا زد ولا مجرد يعني تداول لوسائل الإعلام. تبقى علينا أن نقر بشيء، يعني بأي منطق نحن نطالب هذا ترامب بأنه يتراجع أو لا يتراجع؟ هذا حر أن يفعل فيما يشاء في بلده، أن يفرض كذا، ما علينا إلا أن ننظر إلى سبيل صنع علاقات دولية متوازنة. يعني أنا أبهت في الناس اللي والرئيس المرزوق يعمل تيرادة ينتقد فيها في ترامب ويوجه فيه في رسالة ويحذر فيه من هالتوجه هذا اليميني الفاشي المتعلق يعني بانغلاق وتقوقع الولايات المتحدة على نفسها، ويعني أنها مشيت برشا على اليمين ولات عندها مواقف عدائية تجاه المسلمين ومواقف عدائية تجاه المهاجرين إلى غير ذلك. هذه خيارات الشعب الأمريكي، والشعب الأمريكي يعرف هذا الرجل، وهذا الرجل لم يفاجأ الشعب الأمريكي في حملته الانتخابية هذا ما وعد به، وهذا الرجل نافس هيلاري كلينتون بناء على هذا البرنامج الواضح. السيد هذا ما قدرش من الأول، واضح في معاداته للأجانب، في معاداته للمسلمين، خلينا نكون بوضوح، والمرة اللي فاتت قلناها مشكلته ليست مع الإسلام السياسي فقط، مع الإسلام حتى كديانة. يعني هذا الرجل يتحدث عن أمريكا القوية، أمريكا التي تنكفئ على نفسها وهذا يعني قوتها، والرجل هذا عنده مشكلة حتى مع أوروبا، حتى مع شركائه التقليديين الأخرين، فما بالك بالمسلمين. اليوم فما رأي عام داخلي ضاغط عنده، والرأي العام الداخلي هو فقط القادر أنه يسقط السياسات هذه. أوترما خلت له برواحنا نصل على أنفسنا من الـ من الـ من الاعتبار والاعتبارية، الشيء اللي نجم يخلينا ويفرض على الآخرين أنه يحترمونا. أوترما ما زلنا نتحرك كلاجئين، وما زلنا شادين الصف على سفارات وطمعين في الفيزاوات، وفي نفس الوقت نرضوا في الاستعمار وندوا بالإمبريالية. هذه جزء من حالة الازدواجية والشيزوفرينيا اللي عايشوها منذ عقود. شوف راهو كنهار بعض المثقفين الجزائريين حلوا ان ديبا دو فون بخصوص العلاقة بالمستعمر القديم، يقول لك أي معنى دفعنا أكثر من 1.5 مليون شهيد وطردنا من فرنسا من الجزائر وقطعنا ونظرنا وكفحنا ودفعنا ضريبة الدم من أجل أن تسقط مقولة الجيري فرانسيز، ثم اليوم نرقاو رعايانا ونرقاو شبابنا مستعد يقتل روحه وأنه يمشي يعيش في فرنسا. هي عاد فاش قام خرجناه الاستعمار في نهاية الأمر. اليوم
عشنا طيلة عقود نتحدث على أن إحدى أبرز مفاخرنا أن حققنا استقلال بلداننا والاستقلال الوطني، ولكن ترقانا الآن شكون فينا اللي ما تتمدلوش يد فرنسا ويقول لها لا أنت راك المستعمر القديم تاعنا بالصف نحن على الفيزا، وإذا كان عندنا مشكلة مع فرنسا شبيه مش حلت لنا الفيزا. وأنت لو تتخيل باش نكونوا موضوعيين، لو أن هذه البلدان رجعت نظام التأشيرة معنا قد يبقى في تونس من ساكن؟ بين الباجاتين قد يبقى من تونس من ساكن؟ الشباب التونسي يعني باش ما نبالغوش، موز تشاطرني راي ولا تشاطرك؟ ها تشاطرك. اليوم اذا كانت تحل الفيزا وتحل الاقامه ونرجعوا نعيشوا لشمال افريقيا الفرنساوي، شكون اللي باش يبقى في الارض هذه اليوم؟ ما هي دي الاشكاليه؟ ما هي دي الاشكاليه؟ خويا نبحثوا على مقدرات تنميتنا وعلى مقدرات نهوضنا وعلى مقدرات قوتنا الممكنه، نبحثوا على مشاكلنا، نبحثوا على عيوبنا، نغزر روحنا في المرايه وبعد نحاسبوا ترامب اعطانا فيزا ولا ما اعطاناش فيزا. ترامب يفعل ما يشاء في بلده. ترامب نذكر الناس انه رئيس الولايات المتحده الامريكيه حر ان يفرض فيزا، ان يسكر الحدود، ان يبني ستار حديدي، ان يبني ما نعرفش انا سور عالي. هذا حر فيما يفعله رئيس انتخبه جزء من الامريكان لكي يطبق هذا البرنامج. خاطئ لشعبه، صحيح لشعبه، اما احنا مش نجعل منها قضيه الان في انه هذا الرجل لا يريد ان يستقبلنا. هذا بلده يفعل فيما يشاء، عليك أن تبحث عن أسباب قوتك، كيف تفرض على الآخر أن يحترمك. أما دمت أنت في وضع المتسول للفيزا وللتأشيرة، في وضع المتسول للمساعدة الاقتصادية، في وضع المتسول للقروض، في وضع المتسول للمعونة، فما عليك إلا أن تحترم نفسك وتحترم حدود يعني موقعك وتنحي عليك المزايدات الفارغة هذه في أنك تعطي في دروس لترامب كيف يكون ديمقراطيا. لي سمحني الدروس هذيك نعطيوها في بعضنا لهنا نزيدوا فيها على بعضنا، اما باش لترامب المنتخب ديمقراطيا في احدى اعرق الديمقراطيات في العالم واللي جابتك وساهمت في جبانك في سياق الربيع العربي تولي تعطي فيه في الدروس، اعتقد هذا شكل من اشكال المزايدات الفارغه التي لا معنى لها. هذا رئيس الولايات المتحده الامريكيه يفعل ما يشاء في بلده، وما علينا الا ان نبحث عن استرجاع اسباب الاعتباريه في هذا العالم الذي لا يحترم الا الاقوياء. اما هذا منطق التظلم والمظلوميه، والله قال لي واش قلت لك ترامب ما عادش يحب يعطينا فيزاوات، فيزاوات لشنو؟ هذا بلده وهو حر في ان يفعل فيها ما يشاء. واضح واضح، يعطيك الصحة. نحكيو على تطور ميزانية حركة النهضة بنسبة 5.8%، هذا موضوع كان طرقوه في مجلس شورى حركة النهضة في اجتماعه في الحمامات، يحكيو على الوضع الإداري والمالي للحركة وعرض مشروع ميزانيتها لسنة 2017 المقدر ب 5,842,000 دينار مقابل 5,524,000 دينار سنة 2016، أي بنسبة تطور بلغت 5.8% حسب ما أوضح رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني. دونك ذي أوضحوا المزايك اف ام. النهضة وقانون الانتخابات مجلس الشورى يحسم موقف الحركة عبر التصويت. الميزانيه هذه اختصاص معز، ومن بعد التصويت على قانون الانتخاب اختصاص يعني. تفضل سي معز. الميزانيه شو باش نكونوا موضوعين، نحن هذا ايش نحبوا معناتها، وعملنا ضغوطات باهي هذيك المجتمع المدني كي يوصل حاجه في وقت من الاوقات، عملنا ضغوطات لنا مده وفي الاعلام انه هالاحزاب السياسيه هذه اللي تبارك الله كبرت ولات عندها كما يقولوا منخرطين بكميه كبيره وعندها فهمتني فلوس وعندها ميزانيه وعندها مصروف وعندها مداخيل ونشوفوا فيهم هذا كله وتشارك في الحياه السياسيه، وعندنا قانون انتخابي وعندنا دستور لازم نحترموه، انه يا معناتها يدوا يفوق مينيموم دو ترونسبارونس فينانسير، معناتها ادنى حد من الشفافيه الماليه، وهذا امر عادي جدا كان نحبوا نبنيو ديمقراطيه صحيحه ومتعامل به في البلدان المتطوره البلدان الديمقراطيه، انه الاحزاب تكشف على الحسابات نتاعها، واجب عليها باش تكشف على الحسابات نتاعها باش نعرفوا شكون يمول فيها، باش يعرف الناخب شكون يمول فيها، باش نعرفوا الفلوس كيفاش تدخل كيفاش تخرج، التصرف فيهم معناتها المحاسبه، راهو الحزب زاد بيدو لازم يدفع ضرائب، دونك لازم الحاكم يعرف الحزب
يحاسب داش قاعد يدخل واش قاعد يخرج باش يحاسبوا على الضرائب نتاعو، عنده غوتوني لا سورس وعنده فهمتي اداءات لازم يدفعهم. دونك معناتها ماهيش حاجه كيما يقولوا مع خاصه بالنهضه، ولا ماهيش بدعه، ولا لازمها تكون حاجه بروبر ا دو تخوا بارتي، لا لازم تكون القاعده هذه سي لا ريغل. معناتها النهضه انا حسب اعتقادي اللي العادين الوحدين يحسبوه هو الحزب المهيكل الوحيد في تونس، كانوا عملها الحكايه هذه هي مده، معناتها مش جدا ميكي عملها توا ما نجمو كان نباركو نقولوا هذا فين نحبوا نوصلوا، انه الاحزاب تخدم بكل شفافيه. باه هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه راهو par contre il ne suffit pas que حزب يجي يقول لك هاو الميزانيه نتاعي وهاو واش عندي واش ما عنديش. كان نحبوا نخدموا على قاعده صحيحه، سورتو كو في حزب كيما هكا الحكايه مليارات راهي، معناتها ماهيش دنانير معناتها ولا 100 دنانير، هذم حزب يحكيوا على مليارات كميزانيه. دونك ماذا بينا راهو معناتها كي باش تخدم وتحب تشافيش لي زيتا فينونسي نتاعك لازم تعطينا تقرير مالي وتعطينا شكون عملهم لك معناتها لي زيتا فينونسي هذوما، وتعطينا مراقب الحسابات نتاعك معناتها لو كوميسير كونت، ولازم فما ان رابور دو كوميسير كونت اللي انا ما ريتوش. وكان النهضه عندهم ان كوميسير كونت ومعناتها وعندهم خدمه من النوع هذا يوريوها لنا، معناتها انا مانيش نتهم فيهم هنا مباشره، لكن معناتها خاطر تنجم سهل ياسر نجم نقول لك انا كابي فام عايشه ب 20 مليون ونقف لك الغادي، فهمت؟ وهذيك تنجم تكون مش معلومه صحيحه، فهمت؟ دونك سي با تحب تمشي او بلو بروفون لازم ان رابور دو كوميسير كونت، ولازم مراقب، خاطر مراقب الحسابات راهو اسيرمونتي معناتها يبدا عنده الحياديه اللازمه وعنده هيئه تمثله والمهنه نتاعو مهنه فهمتي مهمه للغايه، وهو المراقب اللي يعطي وجهه نظر موضوعيه وينجم يقول لك هذا صحيح وهذا غلط، فهمت؟ دونك مراقب حسابات ماذا بينا مع هالبودجي افيشي النهضه ماذا بينا نزيد تعطينا فكره على ولا الافيش معناتها لو رابور دو كوميسير كونت، وقتها تسمى خدمتك معناتها كملت خدمتها بالكامل ودخلت في معايير الشفافيه، وهذه حاجه نجمو كان نباركولها. افيق تونس يظل يعطى البودجي نتاعو، حزب محمد عبو وسي شواشي دونك حزب شو اسمه ذاك التيار الديمقراطي دونك كيف زاد الافيش اللي زاد فينونسي نتاعو، دونك حساب كيما هكا من جمهوري يظل حزب الجمهوري عطى لي زيتا فينونسي نتاعو، الاحزاب اللي تعطي لي زيتا فينونسي نتاعها ما نجمو كان القوائم الماليه معناتها ما نجمو كان نباركولهم، وهذه خطوه الى معناتها الى الامام في اطار ديمقراطي. واضح. نحكيو توا على النهضه وقانون الانتخابات، مجلس الشورى يحسم موقف الحركه عبر التصويت، ونحكيو باقي معناتها اللي مازالوا قاعدين يناقشوا زاده في مساله تشريك الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلديه والمحليه. لتو شوف النهضه اعتقد انها مره اخرى ستتنازل بعد ما عدات مده طويله مطوله تقاتل ضد هذا المقترح وهذا المشروع متاع تشريك الامنيين. أيه. ومشاركة انصارها وحالة تعب كاملة داخل انصارها للدفاع على ضرورة تجنب هذا الخيار، وسمعنا يعني من نهضويين كلام يعني معناها كلام خطير بخصوص هذا المشروع، وأنه سيكون على حساب الانتقال الديمقراطي، وأنه مشروع خطير، وأنه نجم يهز البلاد المنزلقات كبيرة، وأنه نجم يهيئ البلاد لحالة اقتتال أهلي، وينجم يهيئ البلاد الوضعية معناها لا يحمد عقباها من حيث إقحام المؤسسة الأمنية والعسكرية في العملية السياسية. يعني سمعنا كلام كبير، لكن النهضة مرة أخرى تحت ضغط الساحة السياسية الموجودة اللي يبدو أنه فيها شبه إجماع نحو الدفاع عن حق الأمنيين والعسكريين في التصويت في الانتخابات البلدية، ستتنازل بالطبيعة بدأت علامات ذلك قرار مجلس الشورى متاعها بإحالة وتفويض المكتب التنفيذي لاختيار ما هو لازم وما يراه صالحا في علاقة بالمسألة هذه. وقرينا تصريح لسي نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي تقريبا ولا المكلف بالعلاقة مع الأحزاب، يقول فيها أن النهضة لا يمكن أن تخرج عن إطار التوافق الوطني العام الموجود بخصوص هذه المسألة، وأول مرة نسمع تصريح يلمح لإمكانية تنازل حركة النهضة وتصويتها لفائدة معناها الحق الأمنيين والعسكريين في أنهم يصوتوا في الانتخابات. النهضة مرة أخرى تحاول تهرب عن كل ما من شأنها أنه يخليها في واجهة الخلافات أو يخلي يعني تكتل كبير أمامها وأمام مواقفها وفي مواجهة مواقفها. النهضة كما يأكدوا برشا مراقبين ومحللين الآن ليس لديها خيار إلا الاصطفاف وراء الجميع،
هاني معاكم لا تنسوني، لا لست مستعدة باش ندخل في عركة مع حتى حد. أوكي سيدي رقيت فما إصرار منكم على أنكم تعطيوا الحق للأمنيين والعسكريين في أن يصوتوا، هاني معاكم وكف المؤمنين شر القتال تقريبا. رغم أنه النقاش العام داخل مجلس الشورى يؤكد أنه كانت فيه أغلبية ضد هذا الخيار، وهذا منسجم مع الموقف اللي عبرت عليه الحركة تقريبا منذ أشهر في أنها وقفت ضد المشروع هذايا متاع اللي يعطي الحق للأمنيين والعسكريين باش يصوتوا. لكن مرة أخرى النقاش يكون شيء، والقرار اللي لعب فيه بالطبيعة رئيس الحركة والمجموعة متاعه والخط متاعه في أنه يفرضوا باعتبار أنهم هما أكثر عباد يحبوا يتعاملوا بمنطق الريال بوليتيك والواقعية السياسية ويجنبوا الحركة أي صدام في اللحظة اللي بالنسبة ليهم هذه الدقيقة من لحظات الانتقال الديمقراطي، دقيقة في المعطى الداخلي ودقيقة أيضا في المعطى الإقليمي والدولي، يجلبوا الحركة أي صدام مع أي طرف سياسي في تونس. هذاك عليه أعتقد أن كتلة النهضة داخل مجلس النواب ستصوت هي بدورها بعد أن تحاول فرض تحسينات في الشروط بالنسبة للفصل المقدم هذا الفصل 6 في علاقة بالقانون الانتخابي من نوع اللي هو في الحقيقة شروط تحسينية وردت حتى في مشروع الحكومة المنقح هذايا، أنه يمنع على الأمنيين والعسكريين أنه يشاركوا في الحملات الانتخابية، أنه يمنع عليهم أنه يبديوا مواقف علنية، أنه حتى يوصل الأمني والعسكري يعزل في حالة أبدأ مواقف علنية في علاقة حتى بالحملات الانتخابية وفي علاقة بمشاريع الأحزاب السياسية. تحسينات كبيرة تخلي الأمور تبقى في إطارها، وكما يقولوا الناس الكل تخرج فرحانة في السياق هذايا، وتجنب الحركة نفسها أي اصطدام بأي طرف سياسي اليوم موجود ما فيها شركاء في الحكم كما حركة نداء تونس اللي كتلتها تقريبا متحمسة للمشروع الحكومي اللي يعطي الحق للأمنيين والعسكريين في التصويت، خاصة أنها تحس أن الحركة سي إذا كان ريزيستي على خط الرفض للقانون هذايا باش تلقى روحها في مشكله يعني مع المؤسسه الامنيه والعسكريه اللي اصوات الامنيين بدات تتعالى في معناها الاستنكار كل من يعمل على منع الأمنيين من حقهم في التصويت. معناها الحركة بالنسبة لها هذا مسألة دقيقة، ما تحبش تكون في مواجهة خصوم أو شركاء سياسيين، وأيضا وهذا الأهم ما تحبش تكون في مواجهة الرأي العام الأمني والرأي العام العسكري، بلوتو الرأي العام الأمني الأكثر، خاطر هو عنده فرص لكي يعبر على نفسه. النقابات نسموها تتكلم، النقابات الأمنية بالنسبة للعسكريين تقريبا واجب التحفظ، يعني هذا واجب تاريخي وثابت وأكيد، يعني ما نسمعوش عسكريين يتكلموا تقريبا ويبديوا رأيه في المسائل هذه، نسمعوا في النقابات الأمنية تعبر على رأي الأمنيين اللي في رموش شادين صحيح في حقهم في أنه يصوتوا، في أنه يكون عندهم يعني مواطنة كاملة تسمح لهم أنه يصوتوا في الانتخابات البلدية. أعتقد أن الحركة مرة أخرى كما قلت باش تتراجع وتتنازل وتصوت مع الناس الكل في أيدي هذا الحق. أديك صحة بريان. نحكي توا على 24 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع في سليانة، هذا المبلغ دونك والصاي مرحبا بيوم. انا ما تيست المعلومه دي هاك كنا زابون دي شوز كيما يقولوا اي ها ولا اسمعت حتى انا 24 مليون دولار امريكي لتمويل. خلينا نقرا لكم، وقع رئيس الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه كانيو نوانزي وسفير تونس في روما معز السيناوي اتفاقيه من اجل دعم التنميه الجهويه في ولايه سليانه وخلق فرص عمل مستدامه لفائده نحو 110,000 مواطن في 5 معتمديات في ولاية سليانة، برجو كسري ومكثر والروحية وسليانة الجنوبية. وتبلغ التكلفة الجملية المشروع 34.2 مليون دولار أمريكي، وسيوفر منها الصندوق 23.6 مليون دولار على شكل قرض و 0.5 مليون دولار أمريكي على شكل منحة. أتيم صحة. دونك هو صندوق قالوا امريكاني الصندوق هذا، اي وش بي مع سفير تونس في روما؟ ماشي، ما يمكنش المقر نتاعو الغادي ولا سفير تونس في روما نلعب دور في الحكايه هذه. مرحبا بهم ومبروك على اهالي سليانه. وتمويل التدير راهو كي تمشي مثلا في مشاريع حقيقه تنمويه نفرحوا لها. تو مثلا الخبر اللي خارج تو متداول جبدنا عليه كنت نتذكر بلال نهار الجمعه، هو المليار يورو اللي باش معناتها الحكومه التونسيه باش تتسلفهم على السوق الاوروبيه.
المليار يورو هذوما راهم باش يتكلفوا، باش يتكلفوا غالي، باش يتكلفوا بالعمله الصعبه. ردوا بالنا، وخاصة ردوا بالنا فين باش يمشيو، خاطر كان باش يمشيو في ترقية العزف الميزانية كالعادة وتمويل حاجة الميزانية يا خيبة المسعر، معناتها قاعدين نغرقوا في رواحنا وقاعدين نوحلوا في رواحنا وقاعدين نرهنوا في الأجيال القادمة، معناتها فما حلول أخرى يظهر نجموا نتوخاوها، نضغطوا أكثر على المصاريف، نحاولوا معناتها ننميوا موارد داخلية، عملية خوصة تنجم تصير من الداخل، معناتها فما مؤسسات زايد باش تقعد فهمتني حكومية وعمومية نجموا يقع خوصتها وبالعكس تنجم تتطور بعد خوصتها ونربحوا فلوسها من الداخل. أما هذايا معناتها الخروج على أسواق عالمية في مرحلة كما هذايا نسبة المخاطر عالية، الكلفة معناتها الاقتراض باش تكون غالية ياسر، الاقتراض باش يمشي في المصاريف وباش يمشي في الميزانية، هذايا أمر خطير. لكن تبدا فلوس كما هكا تمشي في مشاريع تنموية معناتها ما نجموا كان نرحبوا بها. اكزاكتومون، يعطيهم الصحة بيان سور، ان شاء الله يمشيو في الـ في الـ في المشروع هذاك في 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 سيري مشروع في لحي. اي اكزاكتومون، خلينا نحكيو يعطيهم الصحه، يعطيهم الصحه، يعطيهم الف صحه والله يبارك كل الديمقراطيات اللي الانتخابات وما تفرزوا من نتائج انتخابيه لفائت هذا الحزب او ذاك، تخلي يسمح للحزب انه مناضليه وناسه ومخارطيه ومرشحيه يكونوا هما على راس التعيينات في المواقع هذه. قالنا محاصة حزبية، ما لا باش تعمل على محاصة على أساس محاصة شنية. وخلنا نكون واضحين، طبيعة النظام السياسي مش واضح في الجانب هذايا، نعرفش الدستور شي يقول وما نعرفش القانون شي يقول، ولكن ما جرت عليه العادة سياسيا أن الأسلاك هذه على خلاف تجارب بلدان أخرى. فما بلدان أخرى مثلا الأسلاك هذه تخليها خارج إطار التنافس الحزبي، تخليها مسألة إدارية بحتة، فما مدارس خاصة حتى مسألة قومية الإدارة في بعض البلدان أو مدارس الإدارة هي اللي تخرج وتكون ولات ومعتمدين، كما تكون أحيانا سفراء وتكون يعني من سيشغلون هذه المواقع الإدارية. احنا في تونس لا، في تونس تقريبا من قبل 2011 التجمع الدستوري الديمقراطي كان هو يرشح معتمدين ويتم يعني تعيين معتمدين من صفوفه. اليوم الاحزاب في الديمقراطيه والانتقال الديمقراطي، الاحزاب اللي تفوز بالانتخابات هي اللي ترشح، ورئاسه الحكومه هي اللي تفرز في السي في هذه اللي تشوفه هي صالح تعينه. وبالتالي الحديث على انه هذه القائمه قامت على اساس قسمه حزبيه، ما لا هذاك العادي، ما لا قسمه شنيه، قسمه رياضيه باش تعمل، ولا قسمه فنيه، ما قسمه حزبيه، احزاب ترشح ناسها. زاد الاحزاب يقول لك انا اذا كان ما يكونش عندي نصيب في تحميل المسؤوليه للمخرطين نتاعي وللمرشحين نتاعي، الناس باش تجي تعمل العمل السياسي في صفوفي ليش؟ باش نكونوا واضحين. احيانا فما حاجات نعتبروها كانها مذمه، عامل يعمل في السياسه بحثا عن المناصب، يتي من حقه بلاش عنده يعمل في السياسه، اذا كان عنده رؤيه وبرنامج ومشروع منين باش يحققه من خلال المنصب ولا؟ اي اللوم وقولوا ما عندوش رؤيه ويبحث على المنصب، اي هنا نجم نسمعك، ما عندكش مشروع ومشروعك فقط اني ناخذ المنصب، اي هنا نجم نسمعك، اما انك تحول البحث على المناصب الى مذمه والى سبه والى شتيمه والى نقيصه، فهذا غير معقول وهذا غير واقعي. تبقى معيار الكفاءه من الذي يحدده؟ ما نصورش انه معيار الكفاءه سيحدد اي طرف معناها حزبي معين او جهه حزبيه اخرى. فما رئاسه الحكومه عندها فهمتي معناها مصالحها الاداريه الخاصه اللي تميز في الدوسيه هذوما، وقضيه وجود معتمد باك الا درا قداش هذه للتاكد تقريبا. واعتقد انها اذا كان صحت فيبدو انه القرارات مدعوه أن تراجع أنفسها، لأنه لهنا بالفعل تولي فما مشكلة على الأقل. فهل المناصب هذه نعتمد الحد الأدنى في علاقة بالشهادة العلمية، خطر لهنا مانيش في منصب سياسي، أنا في الوزارة بتاتر أخلاقيا قيميا يفترض الشهادة العلمية، لكن واقعيا مش بالضرورة الوزارة تأخذها ترشيح حزبي في سياق سياسي تلقاني موجود وزير، لكن هذه مواقع إدارية، مواقع إدارية مباشرة معنية بالحديث مع الناس، معنية بإنفاذ القانون، معنية يعني بأنك تكون عندك الحد الأدنى من المعرفة الضروري، أنك ترقى باك إلا درا قداش هذه فيها مشكلة. أعتقد أنه باش نتجاوز البوليميك هذه يعني يلزم تولي عندنا مقاييس واضحة نحن في الجانب هذه، ويا حبذا لو كما برشا عباد طرحت المقترحات هذه باش نحسموا القضايا هذه، انه صحيح يبقى جانب التحزب والترشيح الحزبي مهم، ولكن ايضا التكوين كان نعملوا المدارس معناها ونعملوا الفروع
الأقسام الخاصة لندرب الوالي وندرب المعتمد وندرب مختلف المرشحين لمثل هذه المناصب الإدارية السياسية. هذه خطرة مناصب نص إدارية نص سياسية. ماذا بينا راهو باش نقطعوا البوليميك هذه بتاع الكفاءة من غيرها، أنه نوليو عندنا دورات تتخرج، أنه في المسا قومي الإدارة نجموا نخرجوا المعتمدين. هذه قراية راهو، لأنه زاد موالي يكون معناها يحوس في 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 عالم التزام من نوع آخر، يلقى روحه والي في مهمة خطيرة. أنا أعتقد راهو مهمة الوالي أكثر حساسية ودقة من مهمة الوزير نفسه، يعني هي لازمها تقتضي تكوين حد أدنى تكوين. حان الوقت أنه باش نخموا هالكور هذايا نعملوا له مدرسة أو أقسام خاصة للتكوين، نحسموا فيه قضية الكفاءة، فلان كف ولا مش كف. الأحزاب ترشح الناس اللي باش تقرأ. أنا اليوم في عوض النداء، في عوض النهضة، في عوض كذاك يتوفر لي الإطار هذايا وأفاق ولا غيرهم، ولا حتى الجبهة الشعبية. الرشح الناس باش تقرأ، تقرأ في المدارس هذه، تتخرج تاخذ شهيدها، وبعد يتم يعني مع كل معناها سد شغورات، تقديم الملفات، تقديم الترشحات. هنا مسألة الكفاءة تولي من تحصيل الحاصل، خاطر أمام الملفات تاع ناس كلهم تعداوا وترسكلوا وتربصوا وقراوا هالحكاية هذه، خاطر كل شيء ولا قراية راهو ما يجيبش كل اعتبار راهو. قداش نقعدوا راهو عندنا مشكلة بتاع السنوات هذه، أنا عباد قاعدة تجرب وفق المثال العامي بتاع نتعلم في الحجامة في روس اليتامى. راهي البلاد ما الله غالب، ما عندناش الوقت باش نجربوا عباد وندربوا فيهم. اليوم البلاد حاجتنا بناس حاضرة وجاهزة للإنجاز، حاضرة وجاهزة للممارسة، وحاضرة وجاهزة باش تعطيني نتائج. زاد بوش معناها ينجم يتك على خبرته الصغيرة، وينجم يتك على أنه والله مازال بكري ومازال يتدرب، ما نطلبوش بنتائج. لا، اليوم حاجتي بالمعتمد يعطيني نتيجة في جهته، حاجتي بالوالي يعطيني نتيجة في جهته، وحاجتي بالوزير يعطيني نتيجة. ما يقوليش راني أنا مبتدأ وما زلت أتعلم وما زلت كذا. يلزمنا نقطعوا مع المسألة هذه، ونجموا نقطعوا فيها بعمل علمي ومنهجية وبيداغوجيا واضحة. قضية الكفاءة تولي مرتبطة بمدارس تخرج، خاطر اليوم في فرنسا غير هذا اللي ما نعرفش معز، في فرنسا تقريبا فما تكوين في الجانب هذا للوالي وتكوين للمعتمد. أوكي، ولكن تكوين معناها يشارك الحزبيين ويشارك يعني قواعد ومشتركي الأحزاب، لأنه عادي جدا خويا ومن حق مشتركي الأحزاب أن يكون عندهم طموح وتشغل هذه الخطط الوظيفية. موضوع مهم، معناتها لازمنا نحاولوا ندقوا المفاهيم فيه ونعملوا تحليل يكون معناتها موضوعي. فما وظائف عندي أنا في الدولة ما لازمش نسيسوهم يسر، خاطر كان سيسوهم ياسر نضربوا في مصداقية هالوظائف هذه وفي نجاعة هالوظائف هذه، خاصة وظائف كيما معتمد ولا والي. أنا عندي، أنا هذا موقفي الشخصي يعني، نجم حد داخل مشطرنيش فيه، أنا عندي أنا هالمعتمدين والولاد ما لازمش يدخلوا في المحاصة الحزبية، لازم فما ان كور دو بريفي كيما موجود في فرنسا وبدل متقدمة، ان كور دو بريفي سلك ولاد السلك هذايا كيما قال برهان. على فكرة برهان راهو المدرسة القومية الإدارة كان فيها السلك هذايا، كان كان ان كور دو بريفي يخرج الفورماسيون، تخرج من غادي ويتبع السلك هذايا. هذايا تو سؤال مطروح اليوم، فينو فيني هالفورماسيون هذايا وفينو هالسلك هذايا؟ معناتها ناس من المدرسه القوميه الاداره يتوجهوا يتكونوا تكوين خاص، وبعد يمشيوا يدخلوا يقع انتدابهم وزاره الداخليه بعد ما يكونوا يخرجوا من المدرسه القوميه الاداره ويتبعوا السلك هذاك. اش معناتها تبعوا السلك هذاك؟ معناتها يدخل ترقاه يبدا يخدم في 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 ولايه، ومن بعد يولي كاتب عام ولايه، وبعد معتمد اول، وبعد والي، انسي سويت. دونك يعديوه بالمراحل الكل ويتعدى على الاداره العامه للشؤون الجهويه في وزاره الداخليه. تاخذ مثلا توا سي محمد جغام، كان وزير قبل معروف وزير الداخليه وزير السياحه، سي محمد جغام كان متبع سلك الولاد. معناتها تشوف الكارير نتاعو والسي في نتاعو كلها، معناتها كاتب عام ولايه، معتمد، معتمد اول، انسي سويت. دونك يافي سو كور دو دو بريفي. كتب العامين للولايات نعرف يتم تكوينهم في مسألة قوميه الاداره تقريبا. هذا انا نعرف، انا نعرف فما سلك حتى الولاد، نعرف فما سلك ولاد، وكانوا في عهد بورقيبه مثلا فما ولاد عندهم كفاءات وعندهم اختصاص كبير ياسر ومعروفين ومستشهدين بهم، خاطر مكونين على قاعده صحيحه. دونك انا هذا حسب اعتقادي هذا اش لازم يرجع اليوم، واش لازم يكون في فرنسا مثلا عندهم لو كور دو بريفي، تلقاه عنده كارير نتاع بريفي يتبعها من الاول للاخر، سو بريفي فهمتي، انسي سويت، حتى يوصل بريفي وبعد يبدلوه من ريجيون ريجيون، انسي سويت، وما يدخلوش في الامور
السياسيه. في فرنسا مثلا شكون المتسيس؟ هو الكونسي ريجيونال، المجلس الجهوي، لانه منتخب المجلس منتخب البلديه، وذاك يحدد ليزورونتاسيون استراتيجيك نتاع جهه، معناتها التوجهات الاستراتيجيه نتاع جهه هذيك والتوجهات السياسيه، والبريفي يطبق. احنا ما عندناش قانون في الجانب هذا، عندنا الحوكم المحليه المعتمد، معناها قضيه المعتمدين في علاقه بالاحزاب والتحزب، يعني قضيه التعيينات هذه هي معناها ما نعرفش قانونا ما ولا دستورا هذاك عليه مش نبداو عارفين. انا اليوم حزب نفوس بالانتخابات، ما لي وما علي، شنو حقي؟ حقي انه الوالي يكون من عندي والمعتمد يكون من عندي والبي دي جي يكون من عندي والسفير يكون من عندي ولا لا؟ يلزمنا نوضحوها. ما نعرفش قانونا، ماهيش واضحه، مش واضحه. ما معنى اني انا باش نجي اداره جديده؟ اليوم ترامب فاز، جاب معاه جيش موظفين جدد بما فيهم موظفين في البيت الابيض وفي مختلف الوزارات وكذا، خرجوا الموظفين الديمقراطيين الاخرين كانوا محسوبين على اداره اوباما، جاوا موظفين. هنا نحن نحب نعرف قانونا ما لي وما علي. انا كحزب فائز نعرف باش ما نتغشش، خاطر هنا تو مثلا حركه دي تونس في السابق مع حكومه حبيب الصيد، حتى تو مع حكومه يوسف الشاهد والشد والجذب، اني انا خويا من حقي، انا ما الوان نعرف السياسه ولا فايز، كان ما عايش المعتمدين نتاعي. لا يندرى يصح هذا المنطق قانونا لليوم ولا النظام السياسي سكت؟ ما باش نعرف انا تو القانون يقول لي انا كان فزت كحزب في انتخابات عندي الحق نكون حكومه. اي القانون اعطاني الحق ايضا اني نعين ولات، نعين معتمدين، نعين عمد، نعمل واحد. هذه معناها والا مخلينها للعرف اللي باش يولي جاري به العمل. جو سي با، مش واضحه الصوره. القانون مش واضح، القانون مش واضح، ومعناتها هنا كما يقولوا فما انفلو اوتور دي كادر جيوديك اللي نخدموا به في هذا الاطار. تبقى لا براتيك اللي قاعده توا موجوده في تونس، انا حسب اعتقادي سي اون موفيز براتيك، معناتها ممارسه سيئه، مش هكا باش نجموا نقدموا. ولات اذا يكونوا متحزبين، ساعه اول حاجه الحزب اللي معناتها اقترح هالولات نتاعو المعتمدين نتاعو شنو عمل لهم فورماسيون قبل؟ دخلهم في تكوين هو ولا في مراحل تكوين، ولا دخلهم في المدرسه القوميه الاداره؟ ومنين جابهم؟ شكونهم؟ كان ناس تصفق معناتها في الاجتماعات وجابت الكراسي وجابت قبلية القهوة وبعد فهمتني هيا باش نجازيك نعطيك معتمد يا خيبة المسعى. هذه بلادنا باش تولي هذيك هي هذوكم المناضلين، هذوكم المناضلين هي ما عندي مصلحة. علاش المناضلين؟ كان حط الكراسي في اجتماع ولا صفق في اجتماع، هذوك هما مناضلين الأحزاب. هذه معتمدية نتاع جهة، فما دي تكنيك، فما كفاءة، فما دراية، وأنت قلتها فما خبرة ميدانية، وهو شفنا ديفايونس في بعض المعتمديات على خاطر يحطوا في معتمدين ما عندهمش خبره وما عندهمش كفاءه. شفنا كيفاش فما فلو معز في النظام السياسي، ما نلومش على الاحزاب يا اخويا، يوضحوا لنا. انا مش نعرف على شنو قادم، انا حزب اليوم على شنو قادم بالنسبه للمخارطين نتاعي؟ رانا باش نفوزوا الانتخابات باش يكون عندنا امكانيه ان نتموقعوا في المستوى سلك الولايات، في مستوى سلك المعتمدين، في المديرين العامين. اليوم تعرف فما معركه كبيره على المديرين العامين ونسمعوا في ترشيحات وسيفيات. اللي يندرى الحكايه هذه بمزيه تولي بتاع رئيس حكومه انه ياخذ خاطر الاحزاب، ولا واجب في المنظومه السياسيه الجديده أنا حسب ان يكونوا الاحزاب الفائزه هما اللي يتحملوا مسؤوليتهم؟ خاطر نهار اخر زاد هو يقول لك انا جاي باش نطبق برنامجي، انا ماني ربحت في الانتخابات والناس باش تحاسبني على البرنامج، من سيطبق لي برنامج؟ اسك نظريا المعتمد مسؤول على تطبيق البرنامج السياسي الاحزاب الفائزه، والا هو اداري يخدم الاداره مهما كان شكل واسم الحزب اللي موجود على راس السلطه. فوالا كان نحبوا نخدموا بقاعده صحيحه. المعتمد ولا الوالي اللي خارجين من سلك الولايات وسلك المعتمدين، معناتها هو سلك الولايات خاطر باش يبدا معتمد وباش يوصل والي، فهمت؟ هذوما ناس متكونين على المصلحه الوطنيه وعلى قواعد الديمقراطيه، يعرف هو الحزب الحاكم أي برنامج. لازم يطبق البرنامج نتاع الحكومه نتاع الحزب الحاكم، عنده فهمتي معناتها رئيس حكومه، وعنده كان النظام نتاعنا جاء منظم انه رئيس حكومه يكون خارج من حزب حاكم ويكون معناتها عنده كما يقولوا ربح على اساس برنامج، والبرنامج هذاك باش يطبق، وهذيك هي قواعد ديمقراطيه، وفما ناس انتخبوه على اساس البرنامج هذاك كما تحكي ترامب فما ناس انتخبوه على اساس البرنامج نتاعو، دونك يطبق البرنامج نتاعو، دونك باش يطبق البرنامج نتاعو حاجته معناتها باطارات معاه باش يطبقوا له برنامج وزاده لازم الناس اللي تخدم ديجا دون دي فونكسيون تلقاه هو هذيك الكارير نتاعو الغادي لازم يحترم قواعد ديمقراطيه، وفما واحد يحكم لازم يطبق البرنامج نتاعو الاوامر نتاعو. هذا هو
في مثلا في بلدان متقدمه نعرف فرنسا هكا يخدموا لي بريفي سو بريفي يقول لك ما عندهمش علاقه بالاحزاب في فرنسا لا ما عندهم يعني يفوز لو ان بي يعني نبدل الولايات يولي ولايات تبعين كيما مثلا كلود غيون كلود غيون هذاك ستام بريفي خرج من الكور دي بريفي وبعد خذا ساركوزي دخلوا معاه في الكومباني نتاعو انسي سويت وبعد ولا كتب عام تاع ليزي ولا وزير انسي سويت كلود غيون معناتها خرج يعمل ديتاشمون فهمت وقتها اما هذا باش يقعد هو بريفي وهو متسيس ومحزوم على الحزب الفلاني والحزب الثاني هذا ماهيش موجود خاطر اليوم عندنا هذا ولاد تابعين النداء هذا ولاد تابع للنهضه هذا ولاد كذا وتقريبا حافظنا على نفس التقليد اللي ارساته الترويكا خاطر في نهايه الامر هذا التقليد بدا يظهر مرحله الانتقال الديمقراطي فيها زوز تجارب تجربه ما قبل انتخابات اكتوبر 2014 تجربه ما بعدها التجربه بتاع الترويكا تقريبا كانت تجربه تعاملت مع التعيينات في مختلف مواقع الدولة من منطلق القسمة الحزبية الولايات كانوا ولايات مسيسين مقسمين على أحزاب المكونة التحالف وقتها بين السبير والنهضة والتكتل كيف كيف تقريبا حتى ولو سلك المعتمدين فيه وعليه وقتها لكن شمل أيضا التعيينات في الجانب هذايا تقريبا ما بعد 2014 حافظنا على هذا التقليد أنه راهو الأحزاب هي اللي تعين في مختلف المواقع أسك من الطبيعي ومن مصلحة الدولة وإدارة دواليبها وشأنها أن يكون المواقع هذه كما الولايات والمعتمدين مربوطين بالمحاصة الحزبية ولا هذا تقريبا الموضوع للنقاش لا رأيي لا عندك أنا حاجتين أنا ضد أنهم يدخلوا في محاصة حزبية عندك الولايات والمعتمدين بيان سور وعندك المؤسسات العمومية المدير العامين رؤساء المدير العامين تاع المؤسسات العمومية خاطر رئيس مدير عام راهم تاع مؤسسة عمومية وشفناها في العوام الأخيرة بالنسبة للسفراء السفراء فما سفارات سياسيه تو مثلا في امريكا قال معناتها فما سفراء باش نروح بهم خاطر دوكما فهمتي معناتها في مواقع سياسيه وفما سفراء يخرجوا من الكور ديبلوماتيك معناتها من السلك الدبلوماسي ومتكونين على الشيء هذا نجم يكونوا عندنا معناتها دي كابيتال في العالم اللي عندنا علاقات معاهم كما يقولوا متطوره وفما حساسيات وفما امور من هذا ما نجمش مع السفير فهمتي معناتها ما عندوش كما يقولوا تكوين سياسي ولا ما عندوش توجهات سياسيه باش نطبق به السياسه نتاعي فهمت تنجم تكون عندي اربع خمس عواصم يكونوا سفراء مسيسين لكن الباقي خارجين من السلك الدبلوماسي بنفس الشيء بالنسبه للولايات والمعتمديات ونفس الشيء بالنسبه للمؤسسات العموميه نفس الشيء انا بالنسبه للولايات والمعتمديات معناتها ماذا بيا حياديه تامه ونفس الشيء بالنسبه للمؤسسات العموميه خاطر مؤسسه عموميه تحط رئيس مدير عام متحزب شفناهم الانتدابات معناتها هكاك سبحان الله يجيو مك الحزب هذاك فهمت شركه يعبي هالك بجماعه الحزب نتاعو للي دخلها في حيط ما همش على قاعدة علمية صحيحة الانتدابات ما فماش كفاءة واضحة فهمتي جيستيون بارتيزان للي فهمتي تتأثر المؤسسة هذيك ونشوفه في المؤسسات العمومية اليوم برمية راهو لي دوسي وحكينا عليها الدوسي هذا بلال في العديد من الأحيان معناتها ملف في المؤسسات العمومية المؤسسات العمومية اليوم في حالة ترثى لها ثم مؤسسات اليوم عمومية تطبق عليهم أدنى حد من معايير المحاسبة والحكم تلقاهم في حالة إفلاس كاريمون معناتها دخولهم في الأموال باش يعيشوا مناش ما سوء تصرف من التسيس اللي صار من كل واحد يضرب على درابو المؤسسه ما عادش ماخذينها بعين الاعتبار ماخذين مصلحتها بعين الاعتبار دونك ضرت هذا هو ما نحبش نضر معناتها مصالح حيويه في بلادنا ما نحبش يضروا بمعناتها كما يقولوا توجهات سياسيه تكون مفرط فيها به. فما حاجه قالها بلال قبيليكا نحب نعرج عليها حكايه الكفاءات وفينهم الكفاءات في المعتمدين سي سويت بلي معتمد كي تشدوا مرأة تشلبقوا باربع شلابق فهمتني قدام العباد وواحد يصور ولا باش يعمل وبصبات ومعتمد فهمتني ديجاج ومعتمدين اخرين ما عادش عندهم حتى ادنى حد نتاع اليات نتاع وسائل نتاع عمل شكون تحب يتقدم لك من الكفاءات الوطنيه باش يشد معتمد يحصل على المعتمد كي كانوا يحترموه ويقدروه وكان بكلمته اليوم المعتمد ما عادش بكلمته يهدوا عليه يخرجوه من بيروه قدش من معتمد صارت الحكايه ذي اليوم خايفين المعتمدين ما عندهم وما عندهمش وسائل عمل ما عندهمش وسائل عمل مش معناتها وما عندهمش امن وما عندهمش حراسه مش كفاءه والناس لا معناتها نحكي لك على كفاءه يهربوا كفاءه يهربوا بعد الحزب عنده كونترانت اللي بدا يكلم فيه رئيس الحكومه يقول له اعطيني الليست نتاعك يضر يحط اللي يجي مرقاش هذا اش قاعد صاير اليوم فما اليوم راهو الادمنستراسيون تونيزيان والمناصب هذوما انت قلت قبليك برهان فما ناس تدخل احزاب بشد المناصب يا حسره عن نحكيك على عباد البلكدا والكفاءات العاليه ناس قاعده تخرج من الاداره التونسيه الكفاءات الباهيه قاعده فدوا ارواحهم طلعوا قالك ما عادش لاقين راحتنا طبعا طبعا اليوم مغامره كبيره انك تكون والي راهو اليوم والي انا ريت انا مشيت في دار جامعه توسيل حوكم عملنا دي فورماسيون في الجهات يا سيت سويت ريت ولايات باريكادي
معناتها دي بارير قدامهم. الوالي ولا في حبس يهزوه من داره للولايه ويبدا يدخل من باب تيلاني. لا باب تيلاني يدخل مش حتى من باب خيك العام. والي القصرين معز والله والله خذيناه مره في الديريكت انا في التلفزه انا حشمت وندمت انه عديناه انه مسكين حكايه كيفاه زدموا عليه في الدار بنات غديك وخرجوه من باب داره وهدوه باش كذا وبعد الجيش كيفاه اضطر انه يخرجوا من الجهه الفلانيه. معناها مسكين الراجل يحكي وخطوره المساله انه معناها وراه هو دوله كامله وصورتها بصدد الانهيار والتاكل والتهاوي. بربي على فكره حبيت نسالكم في السياق هذايا شنو حكاية المرأة هذه؟ أي تو كنت نحكي عليها زاد. معز عندك فكرة اللي البوليسية وقفوها في نابل وكذا وفي نابل هذه ظهر لي عندكم وقفوها في نابل. أي تفرجت في الفيديو لا يضرب ربي ايش هي الصحيح من الإشاعة الموقفة في موضوع موقفة ولا مش موقفة هي تو؟ هي تو ما نعرفش والله ما نعرف. فما شكون يقول لا تسيبت فما شكون يقول ما زالت موقفة. حبيت نكملنا في موضوع الولايات والمعتمديات وبعد نرجعوا للموضوع هذا. شو حبيت هنا نعطيكم التجربه نتاع المغرب مثلا. المغرب بلاد فيسا معز قبل المغرب كي جاء محمد السادس بعد الحسن الثاني بعد بوه ايش عمل الحسن محمد السادس؟ محمد السادس جاء فما شباب مغربي لامع على المستوى الدولي يعرفهم جاي قالوا لهم جيبوا لي اون كارتوغرافي خارطه نتاع الكفاءات نتاعنا المغربيه اللي قاعده تبرز في بلدان اخرى في العالم فهمت به وروح بهم معناتها 30 سنه عمرهم 30 سنه 35 سنه روح بهم صغار بحوافز كبيره للشباب يشدوا المؤسسات العموميه ودي دي بوليتيكنيسيان وناس دمادم فهمت شباب به وش عمل؟ عمل معناتها قال كذايا نخرجوها من الفونكسيون بوبليك كلاسيك معناتها باش نروح بهم لازمهم حوافز ولازمهم امتيازات فهمت باش يكون اقل من اللي قاعد يخو فيه هو معناتها باش يعمل تضحيات السيد ويجا اخدم بلادك وخدم ما تاخذ في 30000 دولار في مايكروسوفت تجي للمغرب لكن تاخذ 20000 دولار مثلا ما تاخذش 4000 دولار كذا ما تاخذ 20000 كفاءه كبيره ياسر به وش عمل لهم؟ واحد عطاه طنجه والاخر عطاها مراكش والاخر عطاها الدار البيضاء والاخر عطاها الرباط ودخلهم في كونكورونس مع بعضهم واش قال لهم؟ قال لهم فوزاري تخافي لي ريجيون تاعكم كوم دي بروجي انا مثلا الامور الامنيه وكل باش نحط رئيس منطقه خليه هذاك معناتها يتخابط مع الامور الامنيه فهمتك الاجرام والامور هذيك وكل شيء هذيك ما تلهوش بها فهمت انتوما اخدموا لي كوم دي شيف دو بروجي وكل واحد يخلق دي بروجي في ريجيون ولو معز شوف طنجه كيفاش ولات شوف مراكش كيفاش جربنا احنا جربنا التجربه هذه نموذج التونسي تيليكوم وتعرف جيدا جبنا حوالي 10 كوادر جبنا 10 كوادر من احسن الكوادر اللي ضحاو في بلايصهم معناها وسايبوا بلايصهم وخدموا وعطاو ريزولتا وعطاو كذا لكن بعد 2011 جاتك الهوجه وباي منطقه كيف يخلصوا درقد ويخلصوا في 20000 وهذا ولات ملفات فساد وهذه فساد وهذا محسوبيه وهذه كذا وطردوهم بالشليك وعباد رجعت فهمتي كذا وغزر لها توا التيليكوم وين موجوده هلا غالبا هنا لازمك تهيئ المناخ الاجتماعي والثقافي اللي خطر سهله جدا هذا كله ولا فساد وهذا كله ولا فساد هما كوادر عاملين علينا مزيه روحوا على التليكوم اللي كان في فرنسا وجابوا نتائج وعملوا كذا ولا غلب الكلمه ليك